عسلامة، شنو حويلكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. مرحبا بكم في قناتي، وكانكم أول مرة تكتشفوا قناتي ما تنسيوش باش تشجعوني وتعملوا لي أبوني. وكيما العادة والعويد جيتكم بالبنة التونسية اللي تعمل الكيف. وصفتنا اليوم وصفة عال العال، مش نشوفوا مع بعضنا طريقة تحضير العصبين التونسي. بالنسبة للي تبعوا فينا مش من تونس، تو نخليكم تكتشفوا الرسيت وتشوفوها شنية وجربوها وتفكروني راهي بنا على بنا. مع هذيك باش نعملوا النواصر اللي جيت دوب البنة، منيش نطول عليكم وباش نخليكم تعدي وتشوفوا الغسيت. اما قبل ما تشوفوا الغسيت ما تنسيوش باش تشجعوني بالجيم ولي كومنتير وبارتجيو الفيديو وتابعوني على انستغرام اسم البقلوتي. تو نحط لكم اللين في خانه المعلومات، غادي كتلقاو برشا بنا نتاطيب كل يوم وزيدا دي بون بلان كينكم تفركسوا على حاجات باسوان معقوله. تابعوني وما تندموش. بطبيعه في رسيتنا اليوم اول حاجه باش نبداو بها هي تحضير العصبين. بالنسبه للفخس نتاع العصبين خديت كبده كونتيتي كيما قاعدين تشوفوا حسب ما انتم باش تعملوا. خديت كبده، لحم مقصوص جيد ليا، وكرشه بيان سور. الكرشه نكون نظفناها من قبل، سبناخ والا سلق ومعدنوس وبصل مفرومين جيدين بالطريقه هذه كيما قاعدين تشوفوا فيه. صحفه صغيره نتاع روز، فما شكون يستعمل برغل وهنا اختياري بالطبيعه. حمص يكون منفخ. وبالنسبه للفاح، ملح، فلفل اكحل، تيبل، نعناع شايح وفلفل زينه. كيس نتاع تي زيت زيتونه وهريسه عربي، هنا تزيدها بنا على بنا. نخلطوا المكونات الكل مع بعضها بالباهي كما قاعدين تشوفوا، ونحاولوا ان التخليط يكون بالباهي باش الفاح الكل يدخل في بعضه كما قاعدين تشوفوا هنا في الفيديو. وباش نتعدي ونحطوا الفخس في الكرشه بيان سور بعد ما نظفناها بالباهي، نخيطوا الكعبات بالطريقه هذه كما قاعدين تشوفوا، ونخليو كان البارتي اللي باش نجيو نحطوا فيها الفخس. حاجه مهمه برشا باش ناكد عليها، حاولوا كي تجيو تعبيو كعبات العصبين نتاعكم كعبات الكرشه ما تملاوهمش الكل برشا، تخليو بارتي كما قاعدين تشوفوا فيها لهنا باش من بعد كعبه العصبين نتاعكم ما تترشقش. وباش نتعديو نخيطوها، وباش نعطيكم طريقه اخرى كيفاش نعملوها احنا بردي، جربوها وتفكروني في المنظر، تجي ياسر ياسر مزيانه وحتى البنه نحسها دوب البنه. هنا خليكم تشوفوا الطريقه كيفاش باش نعملو. تحاولوا ان نلفوا ردي على الحشو كما قاعدين تشوفوا، وردوا بالكم انكم تخليو بارتي محلوله راهي هذيك، تخلي لكم من بعد في التطيب ومع الغليان نتاع الصوص انه الفخس نتاعكم يخرج، وهكيك فما ريسك انه الكعبه تتفلق. بعد ما ندوروا الردي بالطريقه هذيك نحاولوا ناخذوا المصران ونبداو ندوروا البارتيات الكل اللي باش نسكروا بها كعبه العصبين. وما تنساوش كان عجبتكم الفيديو شجعوني باللي جيمو لي كومونتير وبارتاجيو الفيديو، تشجيعكم راهو ياسر 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 يفرحني، وزيد يخليني نتشجع ونعمل لكم برشا بنا. ما ننساوش زيدا ان نحاولوا ندوروا الكعبات هكايا بالطريقه هذيه ونحاولوا ان نسكروا. هنا بعد ما كملنا دورنا بالمصران مش هكاك بركه، باش ناخذوا الخيط ونحاولوا ان ندوروا الكعبات، وهكاك نكونوا مطمئنين انه الكعبه الفخس نتاعها مش باش يخرج ولا الكعبه باش تتفلق لنا. وبالنسبه للعباد اللي تسالني منين خديت الدوره، راني دوره هذيه جبتها من تونس حاضره كامله، على خاطر هنا مش ديما يكون متوفر. وهاني قلت لكم زيدات نجموا انكم تعملوها بردي، خاطر ردي هوني متوفر في فرنسا وما تلقاوش المصران، دوروها بالخيط وتجي راهي ياسر بنا زيدا. بالطبيعه ديما نحاولوا ان نعملوا عقده باش هكاكا الخيط نتاعنا ما يتحلناش، خاطر ماكم كيما تعرفوا فما صوص وفما غليان نتاع صوص، نجم انه الخيط يتحل والفخس نتاعنا يتفرد. نكملنا الكعبات كيما شفتوا وتجي منظرها ياسر مزيان،
انا ياسر تعجبني على خاطر نحسها كيما الورده. ونخليكم تكملوا لين نكمل كعبه العصبين متاعي الكل. هنا تنجموا تقسموهم تعملوهم كسكسي. خليت لكم زاده كعبه باش نعملوهم مدفونه ان شاء الله. استنوني في البنه متاع المدفونه الزمنيه. وباش نتعداو ونحضروا النواصر متاعنا، اول حاجه نعملوها خليت جرينه الفلفل، وهنا باش نتعداو ونقليوه هو الاولاني في الزيت متاع زيت زيتونه اللي باش نطيبوا فيه الصوص. هنا خليت كونتيتي متاع زيت زيتونه، بالنسبه ليا انا راني باش نعمل ارطال النواصر. حميت الزيت متاعي بيان سور، بعد ما نحميو الزيت نحاولوا ان نقصوا النار باش هكاك الفلفل متاعك يطيب وما يتحرقنيش، يطيب على هداوه. نخليو الفلفل يتقلي في عقلو. وهنا بعد ما الفلفل متاعنا طاب كيما قاعدين تشوفوا فيه لهنا، نحاولوا ان نستقطروه من الزيت ونخرجوه. ملاحظه مهمه برشا باش نقول عليها، بعد ما نكملوا نخرجوا الزيت باش نحاولوا ان نقصوا على الغاز ونخليو الزيت متاعنا يبرد، على خاطر كيما تعرفوا باش نتعديو نقليو البصل وكان الزيت متاعنا يبدا حامي برشا راهو فما ريسك انه البصل متاعنا يتحرق. على هذيك خليت الزيت متاعي برد، وهنا باش نجي نقلي البصل على نار تكون هاديه على الاخر. حاشتنا بالبصل متاعنا جوست لونه يذبال واللون متاعو يولي اصفر، ونخليوه حتى لين يسيب المطعم متاعو في الزيت على هدو النار. ردوا بالكم انكم تحرقوه راهم بعد يعطي المراره في الصوص متاعنا. خذيت الكونتيتي نتاع العصبين اللي باش نطيب بها، وباش نحاولوا ان نقبوها بالكوردون كيما قاعدين تشوفوا. المرحله هذه ياسر مهمه، هذيك باش تخلينا كعبه العصبين نتاعنا بعد في التطيب ما تطرش قناش. نحاولوا ندورو على لي بارتي الكل كيما قاعدين نشوفوا فيها هنا في الفيديو. وباش نكمل نحط طريفه اللحم، هنا راهو اختياري، اما انا نحس حتى كي نحطوا اللحم مع العصبين راهو يبنن على الاخر. هنا كيما قاعدين تشوفوا البصل متاعنا ذبال، باش نتعديه ونقليه معاه العصبين. مرحله مهمه برشا، نحب ديما انه العصبين واللحم يتقلى الساعه في البصل ومن بعد نزيدوه الطماطم. جربوها وتفكروني، وبيان سور ديما كل حد وطريقته في التطيب وكل بلاد ورطالها. باش نزيد نكمل طريفه اللحم اللي سبق وقلت لكم راهو اختياري، كي يبدا مش متوفر عندكم تنجموا انكم تعملوا كين عصبين. وباش نقلي كل شيء مع بعضه بالباهي. حاجه مهمه برشا باش تسهل عليا التقليه نتاع الطماطم، خذيت مغرفه كبيره نتاع طماطم كيما قاعدين تشوفوا، وهنا باش نزيد نحلها في الماء. بالنسبه للمغرفه راهو انا استعملت مغرفه كبيره، كان تبداش برشا المغرفه كبيره عندكم تنجموا تستعملوا مغرفه ونص. وباش نحلها بشويه ماء دافي هكاكا باش يسهل عليا عمليه التقليه وما تبداش الطماطم نتاعي ياسر يابسه والا جامده، وهكاكا في ساعه ما تتقلى. وبالنسبه للفاح باش نتعداو نفوحوها بتابل. التابل اللي انا نستعمله راهو فايح ويفوح الماكله على الاخر وتجيكم بنه على بنه. فلفل زينه والا هريسه كل حد باش يطيب، فلفل اكحل، وملح حسب الذوق. ديما نخير اني نحط الساعه شطر الكونتيتي من الاول، ومن بعد في التسقيه كان حسيت انه النواصر نتاعنا تستحق اكثر ملح وقتها نزيدوها. وباش نقلي كل شيء مع بعضه، ونعاود نفكركم ان راهو التقليه تصير على النار هاديه، ما تجيش على النار ياسر قويه هكيك يتحرق لنا اللحم وحتى الجلده نتاع العصبين تنجم تتحرق. ديما حاولوا انها نار تكون هاديه والا متوسطه، ما تبداش نار قويه. هنا بعد ما قليت كل شيء مع بعضه كيما قاعدين تشوفوا، وردوا بالكم انكم زادة في التقليه تحرقوا الطماطم نتاعكم راهو لون هيولي يعطي على الكحوليه وما تجيش ياسر مزيانه. باش نجي نمرق بالماء السخون، وحاجه مهمه برشا ديما نقول عليها انكم تمرقوا بالماء السخون باش هكاكه تنحيوا القروصيه نتاع الطماطم. كان الطماطم اللي تستعملوها تحسوها شويه قارصه. باش نخلط المكونات الكل مع بعضها بالباهي كما قاعدين تشوفوا،
وحاجة أخرى زي دهني بعد ما مرقنا بالماء سخون وبش نخليه أنه الصوص متاعنا بش تغلي بش العصبين متاعنا ما يترشقش. على هذيك المرحلة متاع أن بالكوردون نقبنا كعبيت العصبين من الأول بش نعودوها في البارتي هذية. وزيدا راهو كل مرة تحاولوا تتفقدوا كعبيت العصبين وتحاولوا أنكم تنقبوها هكيك تخرجوا منها الصوص الزايدة كما قاعدين تشوفوا وكعبة العصبين متاعكم ما تترشق لكمش من بعد وتخسروا الفخس وتخسروا كعبة العصبين. نخليه الصوص متاعنا طيب تويكا في عقلها. زيدة حاجة أخرى باش نعاود نفكركم فيها، بالنسبة لي أنا نستعمل الحمص الطيب، على هذيك منيش نحطه من الأول، هذي هو الحمص اللي أنا نستعمله. أنتم ما كنت تستعملوا الحمص للنفخ ماذا بيكم تحطوه من الأول وقت التقلية متاع الطماطم وتخليوه لين يطيب في عقله، أنا الحمص نحطه راني في الأخر. بالنسبة للمخك متاع النواصر اللي أنا نستعملها، نستعمل المخك هذية باش نزيد عليها شوية زيت، وهكيكة باش نحاول أنه نخلط النواصر متاعي في مغرفة كبيرة متاع زيت. هذيك الزيت باش يخلينا كعبيت النواصر ما تلصقش في بعضها. راهو مهم برشا انكم تحطوا الزيت في النواصر قبل ما تفوروها، ما تجيكمش معجنة وتجيكم كل الكعبة مفركة. تحاولوا ديما بيديكم تدخلوا الزيت في البات قبل ما نفوروها، راهو هنا قبل التفويرة الأولانية. وباش نتعدي ونحطوها في الكاسكيس ونخليو النواصر متاعنا تفور التفويرة الأولانية. في الوقت اللي النواصر متاعنا قاعدة تفور باش نجي نوريكم طريقة البطاطا اللي أنا نعملها. قشروا كعبات البطاطا وتغسلوهم وباش نجي ونقصوهم كعبات كبار. هنا راهو ديما اختياري، اما انا نخير ان البطاطا تكون هذية بالطريقة هذية وتكون مقلية، نحسها تجي ابن ملي طيبة في الصوص. قسيتها طريفات كبار كما قاعدين تشوفوا فيها لهنا، وباش نكمل الكونتيتي اللي عندي وباش نجي نصمتها. اول حاجة باش نفوحها بالكركم باش تعطيني اكنون الاصفر المزيان، وباش نزيد عليها ملح. نخلط كل شيء مع بعضه ونعدي ونصمتوها شطر طيب، ومن بعد نقليوها تجي مقرمشه وياسر ياسر بنينه. وتوا باش نعديو نفوروا التفويره الثانيه نتاع النواصر. هنا انا التفويره الثانيه ناخذ من الصوص اللي قاعده تطيب ونحاول اني نبلها شويه بالصوص كما قاعدين تشوفوا. على هذيك حطيت الصحفه باش هكيك تستقطر كان فما صوص باش تهبط. وراهو مهم برشا انكم تسقيوها قبل ما تعديو تفوروها التفويره الثانيه، تجيكم طريه والكعبه طايبه. وزيد حتى كي تسقيوها بالصوص خير من تسقيوها بالماء، تجيكم ابن وافوح. نخليها هنا تشرب في عقلها كما قاعدين تشوفوا، ومن بعد باش نتعدى اني نخلطها. وهاكم تشوفوا كيفاش الكعبات الكل مفركه وماهيش معجنه ولاصقه في بعضها. وهنا باش نرجعها تفور التفويره الثانيه. بعد ما كملت الصوص نتاعي قرت زيتها واللحم طاب والعصبين طاب، هنا باش نتعديو ونسقيو. بالنسبه للنواصر انا راني نجمرها في الفور، جربت قبل جمرتها على الغاز وجمرت على الفور. الطريقه نتاع الفور تجيني نحسها ابن واخف، وهكيك ما تتحرق لكمش على الغاز والكعبات ما تجيش يابسه. باش نجي نحط نسقيها بالصوص، وراهو ديما النواصر نحسها تشرب برشا صوص، على ذيك ما تخافوش كان غميتوها بالصوص راهي تشرب في عقلها. باش نحط الصوص اللي عندي الكل قعدت، وباش نتعدى اني نجمرها في الفور كما سبق وقلت لكم. بيان سور زيده تنجموا انكم تجمروها على الغاز. قبل ما باش ندخلها تتجمر في الفور نحاول اني نخلط كل شيء مع بعضه تو بعد تشرب الصوص الكل. هنا حبيت نوريكم بعد ما خرجتها من الفور كيفاش شربت صوصها وكل الكعبة جات مفركة وما جاتش معجنة. جربوها وتفكروني راهي جات بنة على بنة. وبعد ما زينتها قسيت كعبة العصبين، حطيت الحم، البطاطا اللي قليناها، وزينت بالفلفل والحمص وجات بنة على بنة.
نودكم ولا نشهيكم. رسيتنا متاع اليوم كملت، ان شاء الله تكون غسيت واضحه ومفهومه كما العاده، وكان عندكم اي كيستيون ما تنساوش تكتبوا لي في لي كومونتير وان شاء الله انا تنجوبكم. وما تنساوش زيده شجعوني باللي جيم لي كومونتير، بارتاجيو الفيديو وتابعوني على انستغرام اسماء البقلوتي، وان شاء الله نرجع لكم في بنه جديده.